اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بلدنا امانه. احنا النهارده الحلقه طويله ان شاء الله. النهارده الخميس 2/8، وان شاء الله نتمنى ان الحلقه تعجبكم. الجزء الاولاني هنتكلم في بعض الموضوعات اللي انا بحب اتواصل فيها معاكم، وابقى انا كمان بنتكلم بنبض المواطن المصري، سواء في العداله الاجتماعيه، سواء في بعض الوزارات المعنيه اللي موجوده، في الإشارات الإيجابية اللي احنا محتاجينها في الدولة، ومنها المؤتمر السيد الرئيس خلال الفترة اللي فاتت. والجزء الثاني من الحلقة معنا الدكتور محمد ربيع، كان رئيس الشركة قبضة للمصر واللقاح السابق، وعضو جمعية الأدوية، صناعة الأدوية المصرية. وهنتكلم على مافيا الأدوية وغلاء الدواء، وبعض الأدوية المغشوشة ما زالت موجودة في الصيدليات. فإن شاء الله الحلقة النهاردة نتمنى أنها تعجبكم. يعني احنا خلال الفترة اللي فاتت من حلقة كان يعنينا جدا ان احنا في خلال البرنامج نقول الكلمة الصحيحة ومن مصدرها. ما يهمناش ان احنا يبقى فيه سبق او نعمل عملية انتشار من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. ده كان لا يعنينا، كان يعنينا ان احنا نقول الكلمة اللي هي تحافظ على قيم واخلاقيات الاسرة. عايزين نرجع تاني الاسرة المصرية ان هي تقعد قدام الشاشات وتشوفنا وتسمعنا بكل احترام، لا بصريخ ولا عويل ولا بكلام فارغ ولا موضوعات تافهة. احنا زي ما انت عهدته البرنامج، والبرنامج له معنى كبير، واحنا لما اخترنا الاسم اخترنا كلمة بلدنا امانة، امانة في الكلمة والمعلومة واليقين. الفترة اللي فاتت اتكلمنا ليه مصر ما كنش بلد بدون غارمات، والحمد لله رئاسة الجمهورية خدت قرار بإلغاء الغارمات، وإن فيش غارمات في السجون المصرية. اتكلمنا ليه الرئيس ما يتواصلش مع شباب الجامعات وشباب الأحزاب. آخر مؤتمر كان معمول في جامعة القاهرة، وكان من ضمن المتحدثين شباب من أحزاب. اتكلمنا ليه إحنا 100 مليون مواطن، وإن فيش موجود في الصعيد وجنوب الصعيد 100 واحد ينفعوا في ألعاب قوة والماتشات. والسيد الرئيس في آخر خطاب نوه على نفس الكلام. احنا اتكلمنا على ليه ما كنش في الاهتمام بالمعاقين والمرأة المعيدة، والرئيس أكد خلى العام 2018 عام ذو الاحتياجات والقدرات الخاصة، وكان من ضمن الناس المكرمة ضيفنا الطالب محمد عمر اللي احنا استضفناه في البرنامج. هو مش معنى كده ان احنا بنقول ان الرئيس بيسمع البرنامج، وان كان ده شرف لينا وده شيء نتمناه ويسعدنا، لكن احنا بنقول تطابق الرؤى الوطنيه هتلاقيه واحد من اول الرئيس لغايه المواطن اللي موجود اللي بيفكر في صالح البلد ومعني بهموم البلد. هتلاقي رؤى واحده، الكلام واحد، قد يختلف الاسلوب لكن المنهج واحد، هو محافظه على مؤسسات الدوله والدوله الوطنية المحترمة القوية بجيشها وشرطتها وبقضائها بناسها. فاحنا الفترة اللي فاتت لما بعتنا رسائل إيجابية كنا نقصد ده، ولما كان في بعض المشاكل وده شيء طبيعي ان فيش بلد وردية على يعني في كل شيء، حتى الدول المتقدمة لو رحت هتلاقوا بعض الحواري وزقاق فيها زبالة وفيها مخلفات وفيها إرهاب، وشفنا فرنسا وشفنا في أمريكا وشفنا حتى في بريطانيا، فان فيش دوله كامله. لكن احنا في نفس الوقت في اسلوب وطني، في سلوك منهجي، في اراده للدوله ان هي تحافظ على مؤسسات الدوله ونطور من نفسنا. والرئيس في اخر خطابه قال كلام في منتهى الخطوره، قالك كان كده خربانه وكده خربانه، لا انا الحق اللي متوفر واللي موجود عشان نقدر نصلح، لان لو قام ثور الجياع بعد كده هتقوم بالاخضر واليابس. احنا 60 سنه كنا عبارة عن حروب، استنزاف لقوات مسلحة، استنزاف لموردنا الاقتصادية. جات الدولة بقى بمنهج اقتصادي، بمنهج كتير. انت النهاردة لو راجل بتشتغل في صناعة الكوبايات، الكوباية دي بتكلفك النهاردة 10 جنيه، ينفع النهاردة انك انت تبيعها ب 8 جنيه ولا عاوز تبيعها ب 10 ونص و11 و12 جنيه؟ طب انت بتتكلم على صنف واحد. طب الدولة بتتكلم على خدمات كتيرة، والخدمات الكتيرة مع 100 مليون مواطن. ينفع الدولة تستهلك الوقود او بتنتج الوقود ب 5 جنيه تروح تبيعه ب 4 جنيه؟
الدولة مش عايزة تكسب فيه، الدولة عاوزة تبيعه بخمسة جنيه. هو لما يكون الكهرباء بتكلف الدولة افتراضا 10 جنيه، ينفع الدولة تروح تديهولك انت بسبعة وتتحمل التلاتة جنيه الفرق ده؟ ما هو الفرق ده كان المفروض يروح في تعليم، كان المفروض يروح في صحة، كان المفروض يروح في طرق، كان يروح ما هو اللي قبل كان خايف على الكرسي بتاعه، قعد 30 سنة خايف على الكرسي بتاعه، فكان منايم الشعب. يزود الدعم مش مشكلة، تخرب مش مشكلة، المصانع القومية والمصانع اللي كانت هي عماد الاقتصاد زي الحديد والصلب والألمونيوم والورق، كل ده راح وبدأ يتعمل مكانهم حلويات وشيبسي وغيره. اقتصادك هيقوم على ايه؟ هيقوم على مصانع قوية، على انك اتفاق ذاتي من السلع الغذائية. فاحنا لازم يكون فاهمين ان مفيش حاجة اسمها رفع دعم، لكن بنقول في تكلفة منتجات للدولة، واتمنى كلمة الدعم وغير الدعم ورفع الدعم تتلغي. احنا بنقول ان في تكلفة، تكلفة منتج، في تكلفة كهرباء، في تكلفة سولار، في تكلفة بنزين، في تكلفة خدمات في النقل، في طب التكلفة دي مش المطلوب مني انا كراجل مكلف، احتاج بس حتى القيمة، الدولة عاوزة القيمة اللي هي بتكلفها، مش عاوزة ارباح. يبقى مش عاوزة الكوباية دي بصناعها ب10، مش عاوزة تديها لك ب11، لا، الدولة عاوزة تديها لك بنفس السعر اللي هو 10. الدولة بتعمل ايه دلوقتي بقى؟ بتديك الكوباية اللي هي صناعتها ب10 تديها لك ب5، وتحط من جيب الشعب 5، اللي هم الخمسة دول المفروض يروحوا في خدمات بقى، زي ما احنا قلنا خدمة في صحة وتعليم. فرجاء احنا عارفين الناس مطحونة، وعارفين ان الناس تعبانة، لكن كان احنا نطحن شوية جزء من الوقت ثم نلاقي امل لأولادنا وأحفادنا، ولا تبوظ علينا وعلى أولادنا وعلى أحفادنا، زي ما احنا شايفين الدول اللي مش هترجع تاني، العراق مش هترجع تاني، ليبيا بيحاولوا، اليمن راحت، سوريا لسه فيها شوية. مش دي فزاعة، لو انت مش شايف ده دي مشكلتك. لو انت مش شايف القنوات التلفزيونية، روح يا سيدي، انت مش بتشوف الجزيرة وبتؤمن بالجزيرة؟ ما هي الجزيرة بتجيب الحاجات دي، بتروح تجيب الدمار اللي في اليمن وفي ليبيا والعراق وسوريا. ليه مش مصدقها دلوقتي؟ اذا كنت انت مصدقها 99% جيت لغايه دلوقتي مش مصدق صور الدمار والخراب اللي موجوده في الدول؟ ليه؟ انت ما زلت بتحارب، ما زلت النهارده مؤامرات ضدك. امريكا واسرائيل مش هيقبلوا بوجود دوله اقتصاديه قويه جنب اسرائيل، مش هيقبلوا بوجود دوله صاحب قرارها جنب اسرائيل، كل عاوزين يخش داخل الحظيره. طالما انت استغنيت على المعونة الأمريكية وهي على جزمة الشعب المصري، طالما أنت بدأت تملك قرارك، طالما أنت بدأت تملك قوتك، طالما أنت النهاردة بقى جيشك وشرطتك بيحموا مؤسسات الدولة، يبقى أنت النهاردة دولة قوية. يبقى أنت النهاردة مستحمل. إحنا في 67 و73 كان في أزمات في الزيت والسكر ومحدش طلع في مظاهرة، الناس قدرت وفهمت. إحنا في حرب وجود، مش في حرب 67 ولا 73، دي احنا في حرب اخطر اللي هي حرب وجود. فاحنا احنا عارفين، وهنعمل خلال الحلقات ان شاء الله باذن الله الجايه هنعمل عن التمريض ومسؤوليه التمريض ومهمه التمريض في 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 في, في قصه الاصلاح المنظومه التامين الصحي والمنظومه الصحيه. هنتكلم عن المدرس اللي احنا بنرفع له كل تحيه وتقدير، ونقول ان في بعض الفئات مهمشه. ازاي انا اكون راجل خريج هندسة ودفعة واحدة ودفعتي في عين شمس وجامعة القاهرة ونتخرج في سنة واحدة، ثم انا اروح البترول اخد مرتب، وانا التاني يروح وزارة النقل ياخد مرتب اقل، التالت ياخد بعض يروح وزارة الاتصالات ياخد مرتب اعلى، باي معيار؟ اين هي العدالة الاجتماعية اللي احنا بنتكلم عليها؟ في فئات، في وزارات اللي هي بقول عليها الكعب العالي، زي عندك النهاردة وزارة الاتصالات، عندك وزارة الكهرباء، عندك وزارة الوزارة المالية، عندك احنا قلنا الاتصالات والمالية والكهرباء والبترول والبنوك، مرتبات فوق العادة. تعال بقى نفس اللي بيتخرج في نفس السنة، شوف مرتباتهم بقى في التربية والتعليم والصحة
والنقل هتلاقيهم يدوب عايشين. في بعض الوزارات مكفية نفسها، يدوب اللي جاي على قد رايح، زي الداخلية وزي الجيش وزي القضاء. لكن في بعض الوزارات المرتبات فيها بشكل غير طبيعي، القادة فيهم بيقبضوا بالدولار، البنوك بتقبض بالدولار. تعال نشوف القيادة اللي موجودة في الاتصالات ولا في البنوك ولا في البترول بتقبض كام، وتعالى بقى شوف المقابل. هي مش عدد سنوات خدمة، انا قضيت 10 سنين خدمة، قضيتها في الجيش، قضيتها في التربية والتعليم، قضيتها في الصحة، المفروض المعيار واحد، انا بخدم دولة. فين المفروض مرتبي اللي في التربية والتعليم يتساوى مع المرتب بتاع البترول، ولا عشان هنا بينتج، ولا عشان المالية بيحصل ضرائب، ولا عشان الاتصالات النهاردة كعب عالي. طب ما احنا عندنا اهم وزارتين اللي هما بيعلموا الدور كلهم، بيعلموا الضابط والدكتور والمهندس وبيعالجوهم، وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. ازاي احنا نسمح ان الوزارتين دول والرئيس، انا بحيي شجاعتك، بكل شجاعة اول رئيس يطلع يجهر بالمشاكل قدام الشعب. قال انا عارف النهاردة ان مدرس انا نفسي ازوده 1000 جنيه، 1000 جنيه هيكلف الدولة 15 مليار، بس نجيبهم منين؟ نجيبهم بقى يا ريس من وزارات البترول والاتصالات والمالية والبنوك والكهرباء. لو احنا هنا العدالة الاجتماعية، هنا العدالة الاجتماعية اللي احنا بننشدها. انا لما يكون عندي عربية مرسيدس واروح احط بنزين وواحد معايا 128 يحط نفس البنزين، طب ازاي؟ طب انا لما يكون عندي 5 تكييفات في بيتي وغير النهاردة عنده تكييف، هي ده الدولة اللي بتحاول تعمله. الدولة بتعمل شرايح. واحنا كان في كارت المفروض يطلع اللي هو كارت البترول، لغاية دلوقتي ليه لم يفعل؟ ليه؟ ما احنا موضوع الخبز قضينا عليه وبقى عادش فيه مشكلة، وبقى فيه نقاط موجودة والناس مستريحة والناس بتستفيد بيها الغلابة. ما هو الغلابة النهاردة احنا بنستغرب، ما الدولة بتيجي تعلن عن اراضي ولا بتعلن عن شقق بنلاقي طوابير. الله، بنلاقي سعر الارض 30,000 تاني يوم بتتمسح، العاصمة الادارية 27,000 بتتمسح. احنا لو عايزين نقول نسدد ديون مصر ازاي، سهل حاجتين، من اول ما تركب الكوبري بتاع المطار لغاية ما توصل لغاية الملك صالح، يمين وشمال كيانات عسكرية. طب الكيانات العسكرية دي لو طلعت بره وتم استغلال الاراضي دي في تنسيق حضاري ورفع كفاءة القاهرة بمباني جميلة وحديثة، شوف متر الارض يوصل بكام، اقل متر ارض ب50,000 في كام متر بقى، في 5 مليون، في 10 مليون. وانت نازل من عند الكلية الحربية هتلاقي، وانت نازل من مطار من كوبري اللي عند المطار هتلاقي يمينك كلية حربية، شمالك مطار الماظة. نمشي شوية هنلاقي قوات الجوية وشؤون المعنوية، شوية هنمشي نلاقي الـ 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 المنطقة المركزية، هكذا. طب ان احنا الحاجات دي ان شاء الله الدولة بتفكر انها كل ده يتنقل للكيان العسكري ويتم استغلال الاراضي دي، ونرفع من كفاءة منظر القاهرة زي ما احنا شفناه في روكسي، وزي ما احنا شفناه في عباس العقاد، وزي ما احنا شفناه في القاهرة الخديوية. الدولة شغالة، ادوا فرصة للناس تشتغل. ده رئيس ما بقالهوش غير 3.5 سنين اللي اتعامل بقاله 60 سنة، بس كان لازم يصلح، ولازم احنا نقف، لان دي دولتنا. احنا معناش غير جواز 99% و9 من 10 من الشعب المصري معهوش غير جواز واحد بس، جواز جمهورية مصر العربية، جواز سفر واحد في الالف اللي ممكن يبقى معاه جنسية متزوجة. فاحنا معناش غير البلد دي، حلوة هنقعد فيها، وحشة هنقعد فيها. فبالتالي طالما قاعدين يبقى لازم نصلح، لازم نتعاون، لازم نتحمل. لكن كمان في بعض الايجابيات اللي احنا مفروض نقولها، كمان مطلوب من السيد رئيس الوزراء، ما شفناش حضرتك اي زيارة لاي محافظة لغاية دلوقتي، ما شفناش وزراء خدوا بعضهم ونزلوا. يمكن كانت الحسنة الوحيدة في ايام جماعة الاخوان الارهابية انه كانوا بيعملوا اجتماع للوزراء
كل واحد في وزارته يطلع يدلب دلو يقول ايه اللي حصل، ايه اللي هي دي الحسنه الوحيده اللي عملوها الجماعه المتخلفين الخرفان. احنا دلوقتي مش عارفين نعملها، ما نعمل اجتماع رئاسه الوزراء، بعد اجتماع رئاسه الوزراء يجتمع الوزراء كل واحد يطلع يتكلم، كل واحد يطلع يقول ايه اللي اتعمل في وزارته، كل واحد يطلع يقول النهارده خد من مخصصات الدوله ايه ونفذ منها ايه وتعامل منها ايه. انتم محملين الرئيس فوق طاقته، الرئيس بقى وزير اعلام، الرئيس النهارده بقى ماسك، يعني بقى هو اللي ماسك الشأن المعنوي للشعب المصري، الرئيس النهارده هو اللي بيتكلم عن، يا جماعه ارحموا الرئيس، الراجل ما بينامش والله العظيم، انا بشفق عليه، الراجل ده بينام امتى؟ اذا كان الواحد النهارده بيشيل هم بيته مصاريف بيته ما بينامش، امال ده شايل مسؤوليه 100 مليون مواطن، والناس في النهايه بتدور على الزيت والسكر. طب ما دورتش يا فندم ان مفيش فعاليات طلعت من الاخوان خلال الفتره اللي فاتت؟ ما دورتش يا فندم على حجم المشاريع اللي بتتعمل الفتره اللي فاتت؟ كلفت نفسك تنزل العاصمه الاداريه ولا الانفاق ولا صوب ولا مليون ونص فدان، ولا تروح محطات الكهرباء، ولا تشوف محطات المي، كلفت نفسك؟ ولا قاعد حضرتك على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي بدات تعمل للاسف تفكك اسري، تلاقي الاب والام والاولاد كل واحد قاعد في اوضه وكل واحد عمال ماسك الموبايل، الراجل اللي راكب العربيه عمال يسوق ماسك الموبايل، الناس قاعده في الميكروباص ماسكه الموبايل، ان الواحد ماشي ماسك موبايله ومخابط في عمود او واقع في 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 مجرى صرف صحي. فاحنا مطلوب الفتره اللي جايه نشوف دوله رئيس الوزراء ينزل القليوبيه، ينزل اسكندريه، ينزل يشوف اهالينا، نبعت رساله للناس دي ان الدوله، مؤسسات الدوله موجوده، ان رئيس الوزراء موجود بنفسه جاي يشرف ويشوف ويسمع شكاوي الناس، مش جاي ياخد اللقطه ويمشي، مش كل واحد النهارده عاوز ياخد الصوره ويفك ويسيب الدنيا خربانه. احنا من ضمن الحاجات السلبيه، احنا ان شاء الله باذن الله هنخصص يعني خلال اسبوع 10 ايام فقره زي ما احنا فكرنا قبل كده، وكان البرنامج الوحيد اللي خد على عاتقه ونزل محافظه شمال سيناء العريش، ونزلنا صورنا المستشفيات وصورنا الشوارع والاسواق والميادين والجوامع وجامع روضه والشواطئ، كل البرامج بعدها عملت ده، بس احنا كان لنا السابق وخدنا على عاتقنا ونزلنا. ليه؟ لان كان عاوزين يخرجوا المحافظه خارج نطاق الدوله المصريه، يقول لك ده منطقه منكوبه، وبعد يعني منطقه منكوبه يعني احنا بنقول الصليب الاحمر يبدا يخش يعني تحت الامم المتحده وتخرج خارج السيطره. كل ده عشان ايه؟ عشان حماس وعشان اسرائيل. وانا بستغرب على قد وانا كلمت الكلام ده قبل كده، على قد حجم العمليات الارهابيه الموجوده، قوات حفظ السلام اللي موجوده في قلب سيناء ونتمنى ليها كل الخير، انا ما اقصدش حاجه، بس زي ما احنا بنقول الناس اللي بتتاجر بالدين، انت عمال تضرب في الجيش المصري والشرطه المصريه، هل معنى كده ان قوات حفظ السلام اللي موجوده في سيناء هي غطاء للعمليات الارهابيه؟ هل هي غطاء للارهابيين؟ هل المعدات اللي بتنزل ده تساؤل مش اتهام، ومن حقي كمواطن ان انا اتساءل، قوات دوليه موجوده عندي يعني بين رفح والشيخ زويل ومعروفه لحفظ السلام بينه وبين اسرائيل، احنا شايفين يعني الصواريخ، وكان هيضربوا طياره السيد وزير الدفاع السابق، نفهم من كده ايه؟ من قوات حفظ السلام ايه؟ وليه السكوت؟ وليه عدم توثيق العمليات الارهابيه ودعم مصر في المحافل الدوليه؟ دي انت في قلب حدث يعني بتسمعيه وبتشوفيه، ما شفناش النهارده طلع بيان من الامم المتحده او قوات حفظ السلام اللي موجوده في سيناء بتقول فعلا ان في دعم للعمليات الارهابيه وفي ارهابيين وكان ده كله، وان القوات المصريه بتعمل افضل بطولاتها على التاريخ، اهم حرب، لان دي حرب وجود، لان كان الاخوان والتابعين لهم عاوزين يقضوا على الدولة المصرية ويفتتوها لولا الجيش المصري والشرطة المصرية والقائد اللي النهارده شبكات التواصل الاجتماعي بتطلع بكلام خايب، ارحل.
طب لما يرحل وبعدين؟ وهم كانوا عايزين بشار الاسد يرحل عشان كمان سوريا وقعت، مش هيحصل. الرئيس جه بإرادة شعب، ولما حب يمشي يمشي بإرادة شعب، لا هيمشي بشبكات تواصل ولا هاشتاج خايب بيتحرضوا بعض الشبكات اللي موجودة في قطر وتركيا. في صندوق هو المعيار، مرسي ما كانش الصندوق، وانا في قصص كتير جدا عن نجاح مرسي انا مش عايز اخش فيها برضو، يعني مش وقته، التاريخ هيحكي وهيحكي كتير. لكن احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها في بعض الرسائل السلبية، لما نيجي نلاقي طالع خبر لا تراجع عن تنفيذ العقوبات على طلاب لجنة ولاد الاكابر. يعني ايه؟ يعني ايه يا وزير التربية والتعليم؟ يعني ايه؟ يعني في لجنة لولاد الناس الاكابر وباقي الشعب ولاد البطة السوداء، ولاد الشعب مطحون، الناس دي بتاخد يعني امتحانات معينة واختبارات معينة ولجان معينة؟ ايه المنشط اللي يودي في داهية ده؟ هو محدش سأل؟ محدش قال ايه المنشط اللي يسبب؟ شوف والله لو احنا العدو بتاعنا وقطر وتركيا سخروا شبكات التواصل الاجتماعي ما هيقدروا يطلعوا عنوان زي العنوان اللي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني دي رسالة افهم منها ايه؟ ومقصود بيها ايه؟ والرسالة السلبية دي مين اللي معني بيها؟ ده الدنيا تتقلب وتتشقلب عشان خبر زي ده، لجنة لأولاد الأكابر؟ حتى دي فيها كوسة؟ حسب الله ونعم الوكيل. يا معالي وزير التربية والتعليم احنا بندعمك لأنك انت راجل وطني وكل سجلاتك بتشهد بذلك، لكن تطوير التعليم فيه مشكلتين، لا هو بالتابلت وإن كان مطلوب، ولا هو بتطوير المناهج وإن كنا بنطالب بيه، لكن في أخلاق وفي قيم وفي مبادئ ما عادتش موجودة في مدارسنا، ما عادتش موجودة في مدارسنا. كان قبل كده لما نشوف المدرس بنبقى كلنا نقف من قبل ما يخش الفصل، دلوقتي المدرس عم بيتضرب. المدرس هو اكتر واحد في الدولة دي بيعاني، اللي هو بيخرج الاجيال، هو اكتر واحد مطحون ومستحمل. والله العظيم كل التحية والتقدير لكم، والله انا النهاردة قاعد مع ناس اقسم بالله ما قادرين بيكملوا الشهر، والله ما قادرين يكملوا الشهر، ما قالوش اي لو في وطنية فانتوا معيار الوطنية. انا ابويا كان راجل في التربية والتعليم، لما خرج يعني قعد 40 سنة خد له 30,000، بس رب رجالة، رب أجيال، شرف لي ولإخواتي، شرف إن أروح في أي حتة أتباهى باسمه، ساب لنا الاسم، هو ده المعيار، لا المال ولا الجاه، ساب لنا الاسم اللي إحنا نفتخر بيه. فأنا ابن راجل فاضل علم أجيال وأفتخر. لكن في ناس النهارده بتعاني من بلطجة طلبة، بتعاني النهارده من ظروف طاحنة، بتعاني النهارده من معاناة غير طبيعية. في النهاية احنا طالبين العدالة الاجتماعية، مطلوب ان احنا نعمل العدالة الاجتماعية. نجيب منين؟ من الوزارات بقى، البترول والكهرباء عايزين نطبق الحد الأقصى اللي مش متطبق على بعض الوزارات خالص، ما ينفعش، والله ما ينفع. انا بطالب ده يستحمل، لكن لازم اديله معيار ان اللي التاني انا ارسه، ولما يعلي راسه اقطع رقبته، مش لازم اقطع رقبه ده الغلبان اللي هو مش قادر، لا لازم اقطع رقبه اللي هو واخد وبزياده وكمان مش عاجبه. طب ينفع؟ ما ينفعش. رسوم النظافة يا دولة السيد الرئيس ما زالت النهاردة موجودة على إيصالات الكهرباء وبتتحصل، اللي احنا مش شايفين نظافة، تاخد خدمة تمن خدمة نشوفها، تحصل خدمة نشوفها، تحصل خدمة وما نشوفش، ربنا هيحاسبك، والله ربنا هيحاسبك. احنا
احنا قبل كده لما اتكلمنا على كيفية سداد ديون مصر، يا جماعة احنا نقعد على 6% من مساحة مصر، احنا في 94% صحراء. حتى حجم المعمار اللي بيعمله الرئيس كل امله ان يوصل لغاية 12%، يعني 88%. يا جماعة خلي في قرارات تاريخية تنفع البلد دي، اللي يقدر ياخد حتة صحراء يعمل لها مرافق، يقدر يعمل لها تطوير معماري، تطوير سياحي، تطوير اديله حتة صحراء حفرة جفرة، قول له مد مواسيرك، مد كهربتك، وما تعمل واديله حق انتفاع 50 سنة او 99 سنة، هتلاقي الصحراء دي في ثانية. امريكا اتعمرت بكده، كان يروح يحط ايده على ارض بشرط انك انت تعمرها، بشرط انك انت تخدرها، بشرط انك انت تبنيها. احنا مش قاعدين 88، ما احنا هو مش في رجال اعمال معاهم فلوس؟ مش في شعب معاه، في بعض جزء من الشعب معاه فلوس؟ وماله؟ اديله ارض ازرعها. قال لما اخد حته ارض كاحله النهارده وصحراء جرداء وامد لها مواسير وكهرباء وازرعها، طب ما تديها لي 50 سنة، ايه المشكله؟ في بعض القرارات التاريخيه اللي محتاجه، لكن احنا ماشيين بنفس السلحفاة الوحيد اللي ماشي ما شاء الله قطر سريع، الرئيس ربنا يحميه. احنا كان خبر طلع الفترة اللي فاتت في شبكات التواصل، خبر جميل وبوجهه لدولة السيد رئيس الوزراء. الخبر بيقول ان الشيخ محمد بن راشد اطلع على بعض التقارير عن رضا الموظفين في الوزارات، فلقى في بعض الوزارات نسبة رضا الموظفين توصل ل 93%، وفي بعض جهات خمسة بس تقل فيهم نسبة الرضا 60%. أصدر قال هذه النسب غير مقبولة، وإدى مهلة 6 شهور. ست شهور، طب ده في دبي. طب إحنا لو خدنا رضا الموظفين بقى في الدولة نعمل فيهم إيه؟ نقول ايه؟ طب نفتح كده تليفونات ونقول رضا الموظفين في مؤسسات الدولة عاملة ايه؟ بلاش، خلي الطبق مصور. يا سيد عميد طب القصر العيني، عشان انت تاخد عين واحد متوفي وتقول ان القانون اتاح لك بده بدون رضا اهله، يا اخي ربنا ياخد عينيك. بأنهي قانون؟ ده حرمة ميت، ده حرمة ميت. انا ممكن اتبرع باعضائي كلها بس بخاطري او بموافقة اسرتي، لكن انا النهاردة ماليش صاحب، تاخد ايد، تاخد رجل، تاخد دراع، تاخد ماشي. في ناس موجودة احياء لها حق البصر ولها حق، ماشي اوكي، بس بموافقتي، بموافقة أسرتي، مش واحد ملوش صاحب اقطع ودنه، أصل في واحد ما بيسمعش، والتاني اقطع مراخيره، ويطلع الراجل من المشرحة متشرح، ليه؟ أصل القانون، أنهي قانون؟ أنهي قانون اللي يبيح النهارده هذا؟ يعني ده جرم، والله جرم، ده احنا كده بنمثل بالجثث. احنا يعني نتمنى كل مسؤول في الدولة قبل ما تقول قرار اطلع شوف تبعيته، حتى لو قرار سليم، حتى لو قانون يديك الحق، مش وقته. لما طلعت وقلت قرار زي ده انت استفدت ايه وقلت ايه؟ طب افرض انا النهاردة كتبت اقرار على نفسي بعدم اخذ عضو مني، هتقدر تاخد حتى لو قانون بيديك؟ رئيس حضرتك وعدتين وعدين، حضرتك وعدتين وعدين، وعد مرة كل واحد كسر كوباية هيتحاسب. احنا شفنا ناس اقتحمت امن الدولة وطلعت على التلفزيونات ولغاية دلوقتي لسه ما اتحاسبتش، واحنا دايما بنثق في وعدك. الوعد التاني ان الناس في وقت من اوقات هتجري على الشبابيك تبيع الدولار، لسه الدولار النهاردة 18 جنيه يا رئيس. احنا طبعا مستبشرين خير بحقل الزهر، مستبشرين خير ان شاء الله
في بعض قرارات الشعب ما عرفهاش. الشعب ما عرفش ان حضرتك منعت تصدير اي مواد خام بره عشان يتعمل لها مصانع هنا، لان في بعض الاعلام مغيب، في بتعمل رمله مصانع رخام واسمنت والرمله السوداء والرمل الزجاجي، بعد ما كان بيطلع بره خامات ويرجع لنا مصنع. في قرارات مهمه هنشوف الايام الجايه دي، ومستبشر خير 2019 نلاقي الدولار ب 10 و12 جنيه باذن الله. حاضر. وزير النقل اقال السيد رئيس سكك حديد مصر بعد حادث القطار. كل واحد يشوف له كبش فدا يمشيه. طب يا فندم، ما هو انت عندك الطريق الدائري غرق ايام المطر، ما مشيتش ليه رئيس هيئه الطرق الكباري؟ احنا انا 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 رهنت حضرتك، حضرتك ما تقدرش تيجي ناحيه رئيس هيئه الطرق الكباري، بالرغم ان احنا اتكلمنا في موضوعات كتيره، وكنت اتمنى وتواصلت مع المتحدث الرسمي للوزاره وبعت له لينكات الحلقات، وكنت اتمنى ان حضرتك النهارده تقعد مع رئيس هيئه الطرق الكباري وتقول له الراجل ده بيقول ايه؟ فين عقود الصيانه؟ فين عقود النظافه؟ مين هي المراه الحديديه اللي اتكلم عليها خالد علوان؟ مين هي مديره المكتب اللي انت معليها عن رئيس نائب رئيس الهيئه؟ مين هي شركه كذا ومين شركه كذا؟ فين هي معدات الصيانه اللي كان جابها الوزير السابق وانت بتخرف فيها؟ حضرتك النهارده حتى القطارات انت لسه بادئ تفوق. يا معالي الوزير، وزاره النقل كان متوليها سليمان متولي. احنا محتاجين مين سليمان متولي؟ هو للحظ حظ الوزاره دي للاسف ان كان برضه مسكها الوزير سعد الجيوشي، وللاسف وانا يعني راجل كان قوي، كان الناس في ماشيين داخل وزارة النقل ركبها بتخبط، كان بدأ يقضي على الفساد، لكن بمجرد ما مشي قلنا الوزارة دي ما فيش فيها خير. حضرتك راجل محترم وحضرتك راجل فاضل وما فيش خلاف على شخصك، لكن يا فندم في دنيا تحتك انت مش واخد بالك منها. يا فندم هات النهاردة الناس وقعد وحاسبهم واسألهم. يا فندم في بعض الشركات فيها تحرشات جنسية. يا فندم يا فندم انا حتى طالع معالي النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنه النقل في البرلمان بيتكلم على تطوير مرفق النقل يسير بسرعه السلحفاه، رفع اسعار تذاكر القطارات وضعها الحالي غير منطقي، اشراك القطاع الخاص في تطوير منظومه النقل لا يعني خصخصه المرفق. دي تصريحات في بواب نيوز اللي معالي النائب هشام عبد الواحد. لم تطرح علينا اي خطه لزيادة أسعار تذاكر سكة الحديد. يعني مجلس النواب في وادي والوزارة في وادي، وكل يوم شايفين حوادث قطارات، وأقل حاجة نطرد رئيس سكة الحديد. طب والباقي يا فندم هنعمل فيه إيه؟ دينا ربنا، ده حد بيسمع ولا حد مهتم ولا حتى حد بيقول أنت بتقول إيه؟ وطلعنا قلناها في التلفزيون، من يحمي رئيس هيئة الطرق الكباري؟ ولا حد رد، ولا حد هيرد. وقلنا الراجل بيتباهى بعلاقته ببعض اللواءات فلان وفلان ولا ذاكر الاسامي، ولا حد سال. دين ربنا. لما طلع السيد الرئيس وجاب وزير الاوقاف قال لي عاوزين حصر ممتلكات وزاره الاوقاف، واحنا كالشعب المصري بنطالب وزير الاوقاف عاوزين نعرف ممتلكات وزاره الاوقاف راحت فين وبكام وفين، لان في بعض اقاويل ان في بعض اعضاء مجلس النواب منتفعين من الاراضي دي ومن العقارات دي. يا وزير قطاع الاعمال، ما هي النهارده رسائل كتيره بقى الوقت معانا، ورسائل نتمنى اللي يسمع واللي يتمنى اللي يبحث واللي يتمنى اللي يدور، لان هيلاقي كتير. احنا لما اتكلمنا على وزير قطاع الاعمال او البرنامج اتشال، ولما جه الدكتور خالد بدوي الرئيس قال له انا خايف انك انت تغرق في لوائح وقوانين، وغرق في لوائح وقوانين وكلمنا وشال. وجه وزير قطاع الاعمال، وانا بقول لكم ولا هيعمل اي حاجه،
لان رؤساء الشركه القابضه زي ما هم، ما حدش شيل، اتغير عليهم ثلاث وزراء ولا رئيس شركه قابضه اتغير، اللي بقى له 11 سنه موجود واللي بقى له 6 سنين موجود، وكل واحد عامل له عزوه وكل واحد عامل له تركه، والشركات خسرانه والدنيا ماشيه وسلمني على المترو وزار قطاع الاعمال نوم في العسل. انا عايز افهم هي شركات القابضه دي تعمل ايه؟ هي مش مفروض لها يعني صندوق او عباءه ماليه للشركات التابعه لها؟ الشركه الخسرانه اعمل لها هيكله، اعمل حصر اصول جديده، ارفع كفاءه. ما بنشوفش رئيس شركه قابضه بيعمل الكلام ده خالص. رئيس شركه قابضه النهارده رئيس 26 شركه، هيفوق ليه ولا لايه؟ هو عايز يلهط، مش في دماغه. الخسران خسران والكسبان كسبان ومش ماشيه، وممكن يعمل النهارده الميزانيه على 26 شركه على شركه واحده كسبانه و25 شركه تبقى خسرانه. انا كنت متخيل وزير قطاع الاعمال اول حاجه يقول رؤساء شركات القابضه، يقول كل رؤساء الشركات الخسرانه، يعمل هيكله واضحه وصريحه. ده خلاص، ده الرئيس هيطلع من هدومه من حاجتين، من وزاره قطاع الاعمال والازهر. والازهر هنتكلم عليه بعد كده في حلقات اخرى. الرئيس عمال يتكلم. حاضر يا فندم. احنا الرئيس شفنا الفخامه، هي دي الدوله المصريه. الرئيس بيبعت رسائل كده في استلام يعني الرئاسه، في مراسم دخوله حلف اليمين في مجلس النواب، في فخامه الـ هي دي دوله، دوله قويه، دوله لها تاريخ وحضاره. احنا الـ انا بحيي الرئيس، وبعد هذه المؤتمرات اي اعلامي قص لسانك. الرسائل القويه للرئيس اجاب عليها في هذا المؤتمر، وبعض الوزراء وبعض الناس اللي طلعوا رسائل في منتهى القوه، حتى اسئله الرئيس كانت مباشره واجابته مباشره بدون خجل في كل شيء. فانا بحيي السيد الرئيس. كان السيد الرئيس علق على كيكي، بس يا فندم احنا عندنا كيكي بس بتاع الفقراء، نشوفه ونرجع تاني، دي هديتي للشعب المصري. ايوه يا ريس في كيكي، بس للاسف يعني احنا مش محتاجين دلوقتي غلاء الاسعار، وده عارف ان هو ده يعني مش في الرؤيه. احنا عارفين ان شاء الله باذن الله في 2019، واحنا بنقول للشعب المصري دي حاجات واضحه وصريحه. بس في كيكي تاني بقى، مش بتاع الاغنياء، مش بتاعه الناس الفاضيه، في كيكي بتاع الفقراء. نشوف النهارده كيكي بتاع الفقراء ونرجع تاني نتكلم على محمد محسوب. ده كيكي بتاع الفقراء. احنا ان شاء الله باذن الله نخرج فاصل بسيط ونستقبل الدكتور محمد حسين ربيع، عضو غرفه صناعه الادويه باتحاد الصناعات سابقا، ورئيس شركه القابضه لمصر للقاح، عشان نتكلم بما يخص الادويه وصحه المواطن المصري. فاصل قصير ونرجع تاني لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ومعانا الدكتور محمد ربيع، عضو غرفه صناعه الادويه باتحاد الصناعات سابقا، وعضو منتدى بشركه الادويه نات باك، ورئيس الشركه القابضه للمصر واللقاح الاسبق. مرحبا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور خالد. مرحبا دكتور محمد. اهلا بيك. صناعه الادويه في مصر حاجه بيعاني منها المواطن المصري بكل يعني صعوبة وألم، لما يجي يلاقي الدواء بتاعه مش قادر يجيبه، ولا النهاردة الأسعار زادت. حضرتك النهاردة شايف الدولة مهتمية بصناعة الدواء المصري؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو هنتكلم على صناعة الدواء حضرتك، عايز أقول إن مصر الحقيقة تعتبر من الدول المتقدمة جدا في قصة صناعة الأدوية. تمام. واحنا الحقيقه خالد بيه عندنا قلعه صناعيه محترمه جدا حقيقه يعني. وبرضه مش هنسى اقول ان الدوله كان ليها دور رئيسي
في إرساء هذه القلعة. أنا سيادتك فترة من فترات كنت بتشرف أن أنا كنت رئيس الشركة القابضة للمصدر اللقاح اللي هي حضرتك أنشئت سنة 1890، يعني بتتكلم على حاجة يعني كانت الناس كلها ما تعرفش يعني ايه مصر، ما تعرفش يعني ايه لقاح، الا يمكن في الدول المتقدمة وليكن زي فرنسا معهد باستور والناس اللي هي المتقدمين علميا. فاحنا الحقيقة فندم بدأنا بدري قوي، وده طبعا دور الدولة، ده مش قطاع خاص، ده دور الدولة فعلا، واخد بال حضرتك. انما للأسف الشديد رغم يعني رغم وجود هذا الصرح اللي هو المصر واللقاح، عشان هبدأ بمصر واللقاح، منذ 1890 واخد بال حضرتك على وجه التحديد، الا ان هو الحقيقة ما اخدش حظه في قصة التطوير اللي هي جزء رئيسي من الادارة. انت عشان النهاردة يبقى عندك حاجة زي كده وما فيهاش تطوير، يعني معناتها تطوير من خلال المعدات. هي المصر اللقاح هي ايه الجهة او ايه هي المبادئ اللي بتقوم عليها الشركة قبضة مصر اللقاح؟ مهمتها ايه؟ مهمتها حضرتك توفير الامصال واللقاحات المطلوبة للدولة المصرية، وتصدير الفائض واخد بال حضرتك عن احتياجاتنا. طب ده دورها الرئيسي. والادوية اللي هي بتيجي من بره مستوردة، هل مصر اللقاح فيها قسم اللي هي تشوف هذه الادوية مناسبة للسوق المصري وسوق مصر؟ اكيد يا فندم، احنا كنا بنصنع حوالي 25% من الاحتياجات السنوية، واخد بال حضرتك. انا بكلم طبعا الفترة من 2006 ل 2011، الفترة اللي انا خدمت فيها. وكنا بنستورد للاسف الجزء الاكبر. ليه؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك ان احنا بدأنا في 1890، انما ما حصلش التطوير اللي هو يؤهلك انك انت تعمل كل منتجاتك انتاج محلي. طيب فده سوء ادارة. شايف حضرتك النهاردة صحة المواطن المصري بتبدأ من خلال الدواء، من التطعيمات. وشايفين النهاردة بعض الادوية المحظورة في دول اوروبا والدول الغربية ما زال يتم تداولها داخل السوق المصري، دي مسؤولية مين؟ لا بص حضرتك، يعني المعلومة دي مش يعني ما اقدرش يعني ايه يعني اركز عليها، او ما اقدرش يعني ايه اقول انها صحيحة. في قائمة ببعض الادوية اللي موجودة، حتى كمان كان نزلت الكلام ده في المواقع في الشبكات الاخبارية. يعني بص حضرتك، هو طبيعي انه يحصل، وفي كل بلاد العالم حضرتك، ومن اكبر دول العالم وليكن زي امريكا او اوروبا او اليابان او يعني ان هو ينزل دواء السوق، وبعد ما ينزله السوق يرجع يسحبه تاني لاكتشاف يعني ايه عيب معين في الدواء. فده حضرتك ده عادي، صحيح معدله مش كتير، انما بيحصل، وبيحصل في الدول العظمى حضرتك. فاحنا هنا في مصر ماشيين حضرتك مع المعدلات الطبيعيه، واخد بال حضرتك، بالنسبه لقصه ان انا ممكن انزل دواء وارجع اسحبه تاني. يعني احنا مش يعني دكتور محمد، احنا في شيء المواطن المصري بيقول ان الماده الفعاله اللي موجوده في الدواء في الدول الاوروبيه تختلف عن الماده الفعاله اللي موجوده في الادويه اللي موجوده عندنا. لا الكلام ده غير صحيح خالص حضرتك، لان زي ما سيادتك عارف احنا عشان نيجي نسجل دواء النهارده في وزاره الصحه المصريه وفي الاداره العامه للصيدله بتشترط على المصنع حضرتك او على المنتج الدواء ان هو يجيب الدواء من مصادر معروفة، وبيتم التفتيش على هذه المصادر، وليكن مثلا مصدر في الصين، مصدر في الهند، مصدر في اوروبا، مصدر في اسيا، ايا كان، بتطلع لجنة حضرتك من وزارة الصحة بتفتش على هذا المصنع وتتأكد من جودته وان هو فعلا بيطبق شروط التصنيع الجيد، واخد بال حضرتك. يعني احنا بناخد نفس المواصفات اللي هي بتصنع بيها في دول طبعا، ليه بقى؟ لان غالبا الادوية دي تبقى حضرتك ليها اصول داستيرية، يعني جاية من دستور الادوية من الفارماكوبيا، فبالتالي بيبقى لها مواصفة معينة حضرتك. فلما بستوردها من هذا المورد بتبقى بالتأكيد معاها شهادة بتقول ان هي منتجة طبقا للمواصفات دي، وفي نفس الوقت حضرتك انا كوزارة صحة كحكومة، وفي نفس الوقت برضو مصنع الادوية اللي هيقوم بالتصنيع بيرجع يحلل مرة تانية، واخد بال حضرتك، عشان يتأكد من صلاحية هذه المادة. ولا يمكن في اي مادة فعالة او غير فعالة تخش في الدواء وهي غير صالحة للاستخدام، انا اشك بنسبة 100%. دكتور محمد، احنا شايفين اسعار الدواء عدت حدود ارتفاع الدولار،
دي حقيقة. ما النهارده ما عادش فيه رابط عليها وما عادش كمان فيه تسعير لل لا دي مسؤوليه مين؟ لا سيادتك لا معلش خالد بيه لا هو الدواء مسعر في مصر الدواء ما زال مسعر في مصر بس هل الصيدليات هي السلعه الوحيده هل الصيدليات بتعمل بده؟ طبعا لا طبعا لا الدواء في مصر مسعر والتسعيره محترمه جدا وانا ما اعتقدش ان في اي صيدلي ممكن يجازف وان هو يبيع باغلى من السعر المسعر بيه الدواء. طب الاسعار المغالة فيها دي نتيجه ايه؟ هقول لحضرتك احنا صناعه الدواء عندنا في مصر قايمه الحقيقه على لو اجاز التعبير قايمه على التجميع اكتر منه تصنيع. بمعنى ايه؟ كل مدخلات الصناعه خالد بيه مستورده، كل مدخلات الصناعه مستورده. يعني لو اتكلمنا على مواد كيماويه كلها مستورده، لو اتكلمنا على مواد تعبئه وتغليف كلها مستورده. وبالتالي النهارده الاستيراد محتاج عمله صعبه. انت النهارده بتدفع دولار ب 7 8 جنيه، تاني يوم الدولار بقى ب 18 جنيه، فاللي كنت بتجيبه من بره ب 8 جنيه بقى ب 18 جنيه، فلك ان تتخيل مدى حجم التكلفه، ارتفاع التكلفه بعد التعويم. لكن ده مفيش مافيا لتتحكم في سوق المصري من خلال بعض الازمات اللي زي الانسولين وزي ادويه زي اللبن الاطفال. حضرتك طبعا يعني سيادتك معاك حق، دي ممارسات ما نقدرش نقيس عليها، يعني دي حالات فرديه واعتقد ان الدوله بتتعامل معاها بمنتهى الحزم. يعني احنا في بعض حالات الاحتكار زي ما كان قبل كده قضيه اكياس الدم وغيره وغيره، في بعض الشخصيات بتبقى في احتكار لبعض. لا حضرتك لا معلش خالد، ما فيش اي احتكار خالص، لان حضرتك الدواء بيبقى له الاصل بتاعه واخد بال سيادتك وحوالي 10 بدائل او 11 بديل، فلا يمكن حد هيحتكر الدواء، لان هي الدوله نفسها يعني بتجبر المصنعين ان يبقى الدواء ليه 11 بديل، فمنين هتيجي الاحتكار؟ الاحتكار صعب جدا. الاحتكار انا ماسك منتج النهارده المنتج ده وانا كمان شايفه هو الماده الفعاله القويه اللي موجوده يعني. ماشي يعني لو دواء فعال ودواء كويس واتباع كتير على حساب حاجات تانية فده اجتهاد. يعني ازمه الانسولين حصلت ليه؟ يعني الالبان حصلت ليه؟ ما كان برضه متوفر وموجود والنتيجه برضه جشع بعض التجار وبعض الناس اللي كانوا متحكمين في السوق. ماشي حضرتك انا مع حضرتك انه في ناس بتستورد وممكن تصنع ما تنزلش على اعتبار ان هي طالبه زياده سعر، ده اللي بيحصل عاده، يعني دي من خبرتي بيبقى دايما المصنع عايز يزود السعر لان طبعا تكاليف عمال ترتفع والحكومه مش بتستجيب، لان بقول لحضرتك كله مسعر، وبالتالي زي ما حصل مثلا في الحركه الاخرانيه دي بتاعت المضاد الحيوي حضرتك تمام. اللي هو كان مطلوب واخد بال حضرتك، فاللي حصل ان الشركه تقريبا ايه يعني خزنت وما حبتش ان هي تنزل على طول، فطبعا الدوله طبعا اكتشفت يعني الموضوع بمنتهى السهوله وتعاملت معاه طبعا بمنتهى الحزم زي ما قلت لسيادتك. دكتور محمد اتجاه الدوله للتصنيع اللي حضرتك قلت عليه وعمل مدن في شرق التفريعة وفي العاصمه الاداريه وتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض الادويه الضروريه، حضرتك شايفه ازاي؟ لا شايفه طبعا ايجابي جدا حضرتك، بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه. فضل. يعني الدوله سيادتك بدات في قصه صناعه الادويه دي من سنه 1930، دلوقتي انا نقلت بقى على الادويه العاديه مش المص واللقاح، الادويه العاديه تمام. من 1930 يعني احنا دلوقتي داخلين على 100 سنه حضرتك، والدوله الحقيقه عملت اللي عليها، يعني الدوله استثمرت في هذا المجال واخد بال حضرتك وزودت الشركات باحدث الاجهزه وباحدث المباني وبكل ما تستطيع من قوه الدوله وفرت، بس انا عايز اقول حاجه لازم نحط علامه او نحط سطر تحت سوء الاداره، ده اللي وصلنا النهارده للوضع اللي احنا فيه. لو كانت هذه المؤسسات بتدار بشكل جيد واخد بال حضرتك بشكل يعني علمي ما كناش طبعا وصلنا للي احنا وصلنا له النهارده مع معظم الشركات اللي هي الحكوميه بالذات، انا بتكلم طبعا على الشركات الحكوميه بالاخص، يعني ان هي مجهزه كويس جدا 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 جدا، انما للاسف الشديد لا تدار بال 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 بالفكر العلمي اللي هو فعلا يقدر ينجح الشركه. دكتور محمد احنا شايفين الشركه المصريه كانت معنيه بتوفير بعض الادويه اللي هي ذات يعني حاجات زي تليف الكبدي زي ايه هو دور الشركه المصريه؟ الشركه المصريه دي احد الشركات الحكوميه اللي هي تتبع للشركه القابضه للادويه، الشركه المصريه لتجاره الادويه، ده قصد حضرتك تمام كده؟ بالظبط كده. ودي حضرتك عندها بعض الوكالات الاجنبيه اللي هي من خلالها بتسجل هذه الادويه المستورده داخل جمهوريه مصر العربيه، وهي طبعا مسؤوله عن توفير هذه الادويه داخل مصر.
فسؤال حضرتك ايه بالظبط عشان نبقى مش عايز. هو الفتره اللي فاتت دي الناس كانت بتعاني من الاستيراد شفاوي من الاستيراد طبعا، وبعض السلع اللي هي تخص مثلا تلاقي في الكاربي ب 48000 جنيه العلبه فيها خمس امبولات. تمام. امال دور الدوله فين؟ لا معلش حضرتك، ما دي اسعار عالميه خالد، دي ما تقدرش انك انت يعني تتكلم عليها، دي اسعار عالميه فعلا، انما هنا بتحاول الدوله ان هي طبعا تدعم واخد واحد عن طريق طبعا علاج نفقة الدولة، عن طريق التأمين الصحي. هل عجزت الدولة في الاتفاق مع بعض الدول وبما يملك تملك الدولة من علاقات اقتصادية وسياسية وخارجية جيدة ان احنا يبقى في اتفاقيات مع هذه المصانع او هذه الدول اللي بتحتكر هذا الدواء؟ هو تم الاتفاق فعلا، بدليل ان هو الدواء الجديد بتاع السوفالدي حضرتك ان احنا النهارده بيتباع بره القرص بحوالي يمكن على حسب ما سمعت مثلا $1000 القرص الواحد، النهارده انت بتجيب العلبه في مصر هنا مثلا يمكن ما كملتش 1000 جنيه. واخد بال حضرتك، والدوله مسؤوله عن هذه القصه، فالدوله لا بالعكس بالنسبه للكابتن حضرتك لا الدوله نجحت طبعا، نجحت نجاح يعني محترم. دور كان مصر لقاحه في، وحضرتك كنت ماسك الشركه قبل مصر لقاح في اعمال براءات الاختراع واكتشافات بعض الادويه اللي هي الدوله دلوقتي في الوقت الحالي هي حريصه وبتحاول ان هي تزكي وتنمي براءات الاختراع. بص حضرتك، هو طبعا يعني في كان عندنا اللي هو بيسموه حضرتك اللي هي البحث والتطوير، دي اداره محترمه جدا موجوده في مصر واللقاح، دورها الاساسي حضرتك زي ما قلت كده بالظبط ان هي طبعا تكتشف اللي هي بيسموه اللي هي المركبات الجديده او المولكيولز الجديده يعني. تمام. واخد بال حضرتك، فطبعا بس برضه عشان مش عايزين نخلط الامور، يعني اتجاه مصر واللقاح في البحث والتطوير مختلف شويه عن شركات الادويه العاديه حضرتك، دي بتشتغل على ادويه بيسموها البيولوجيه، واخد بال حضرتك يعني كلها حاجات طبيعيه من الدم ومن البكتيريا ومن واما الكيماويه شويه بتختلف البحث والتطوير بتاعها. احنا في مصر وقع كان فعلا عندنا اداره جيده جدا للبحث والتطوير، وفعلا كنا بنشتغل على الخلايا الجذعيه، وفعلا يعني كنا في دور ان احنا خلاص يبقى عندنا براءه اختراع لبعض المركبات حضرتك لعلاج بعض لكن عدم التطوير والتحديث بسبب طبعا نقص الامكانيات. طبعا ده دي حاجه اساسيه رأي نعترف بيها. راي حضرتك في قانون الدواء الجديد؟ ما هو اعتقد لسه حضرتك ما لم يطبق، اعتقد لم يطبق. هو طبعا القانون اللي موجود ده بسنه 1955. تمام. وانا من ايام ما كنت ماسك المصري واللقاح في 2006 كان الدكتور حاتم الجابري اللي كان وزير الصحه في ذاك الوقت كان بيتكلم على ايه تغيير القانون وتعديله، بس انا اعتقد انه لحد النهارده حضرتك التعديلات اللي تمت لسه لم تطرح، يعني لم يعني لا 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 ما حصلهاش. لبعض حضرتك التصريحات المثيره للجدل والقويه زي حضرتك، لا يوجد مصنع مصري حاصل على شهاده الجوده. انا اتسالت السؤال ده حضرتك على اعتبار ان احنا كنا بنامل للتصدير لاوروبا ولامريكا. حضرتك عشان تصدر لاوروبا ولامريكا لازم بتاخد شهاده جوده من بعض الجهات اللي موجوده في اوروبا وفي امريكا. احنا الحقيقه ما فيش ولا مصنع في مصر عنده هذه الشهاده، يعني احنا شغالين عليه بس لسه مفيش حد يقدر يعلن ان هو عنده شهادات الجوده اللي هي ايزو. لا ايزو برضه حضرتك الايزو هي شهاده طبعا جوده بس هي مش متخصصه للادويه. طبعا انا بتكلم على الشهادات اللي هي تخص صناعه الدواء. يعني مفيش ولا شركه مصريه حاصله على شهاده جوده من اوروبا او من امريكا تستطيع التصدير لاوروبا لاوروبا او امريكا. تصريح في منتهى الخطور محمد بيه. يعني امال مين بيراقب هذه الشركات؟ لا حضرتك يعني مش شركات مش يعني الشركات دي اذا كانت هي غير حريصه ان هي تحصل على شهادات الجوده طيب وتعلي من قيمتها وتعلي من قدرها، امال دي مسؤوليه؟ ما ده اللي مطلوب حضرتك، يعني المفروض يبقى طبعا في توجه للدوله النهارده لقصه التصدير، فهو يبقى السؤال ليا حضرتك هو احنا بنصدر بقد ايه؟ اقدر اقول لحضرتك ان النهارده مصر السنه اللي فاتت في 2017 اعتقد قفلنا تصدير الدواء في حدود $235 مليون. الرقم ده حضرتك معلش كبير جدا متدني جدا طبعًا. جدا جدا طبعًا. بالنسبه لمصر ان مصر فيها حوالي 150 مصنع، لو قلنا حتى 70 80 منهم شغالين المفروض طاقه التصدير تبقى اكتر من كده بكتير.
تمام. فانا ما بصدرش ليه؟ ما بصدرش لان انا يعني في اكتر من سبب، يعني في مشاكل في التسويق لازم نعترف، في مشاكل في الجوده لازم نعترف، في مشاكل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشهادات، ان انا احصل على شهادات الجوده واخد بالك عشان ابقى مؤهل للتصدير. يعني في مجموعات كتير، في مجموعه قصدي اسباب. احنا كاميرا البرنامج كانت نازله تعمل تقرير في الشارع والصيدليات نشوفه ونرجع نشوف تعليق حضرتك عليه. قوي فندم قوي. تفاقمت أزمة مكس الأدوية في مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ، فكان وفاة الأطفال وكبار السن مشهد يتكرر يوما بعد يوم، وتنهمر الدموع بغزارة حين يسمعون الصيدلي يقول آسف الدواء غير موجود. حضرتك كصيدلي ممكن تكلمنا عن الأدوية الناقصة وبالأخص لبن الأطفال؟ هو لبن الأطفال في رقم 2 بس، الألبان رقم 1 معظمها متوفر، عندنا بس مشكلة في رقم 2، معظم الألبان في رقم 2 مش موجودة، بجانب اللبن اللي كان مدعم من الجيش. بالنسبة لزيادة الأسعار على المريض، المريض دلوقتي بيلجأ للبديل أو المثل، وساعات ما بيشتريش الدواء أصلا بسبب ارتفاع الأسعار. ده حقيقي. المريض بيجي بروشتة دلوقتي، شفنا انا دكتور اهم حاجة فيهم طبعا الدواء كله بيبقى مهم، الدكتور بيبقى ايه كاتب مجموعة ادوية مثلا كلها بتبقى شريط واحد بالظبط، دكتور ارخص حاجة اقل حاجة. بخصوص المواد الخام اللي احنا بنستوردها من بره وبنعيد تصنيعها هنا في مصر، تمام، كان في قرار طلع من وزارة الصحة ان في مادة لدواء معين كان اكسباير او كان بايظ وسحبوه من السوق بعدها بثلاث اسابيع، ممكن تشرح لنا الوضع؟ لا هو مش اكسبار، هو كان بس ايه كان في كارسينوجينك حاجه اللي ايه بتسبب حاجه سرطانيه، ده كان في كلام كتير على الموضوع ده، والوزاره طبعا يعني خدت بالها منه وعملت لنا منشور بالتشغيله بتاعه الادويه اللي نزلت. هي ماده الفالترتان، تمام، نزلت في السوق الشركات صنعتها ونزلت بتشغيلات معينة، طبعا لما الموضوع اكتشفوه فسحبوا كل التشغيلات اللي فيها المادة دي، فالموضوع يعني بس سحبت بعدها بفترة مش على طول عرفوا الموضوع فسحبوها بعدها بتلات أسابيع، لأنها هي أصلا كانت قبل كده. لا أصل يعني ده مادة وشركة نزلتها، هي كانت شركة صينية، يعني ده اللي انا تابعته في الماده دي، شركه صينيه منزلاها وكانت نازله لكل الشركات اللي بتصنع، هي ماده للضغط بتعالج الضغط. الادويه لما بتنقص في السوق بالتالي نسبه الاطفال والكبار السن اللي بيموتوا كتير. مش موضوع مغفاه، هي في حاجات بتبقى ليها بدائل او مسائل كتير جدا مثيل ليها بنفس الاسم، بس في ادويه لا، يعني زي الديفارول مثلا مش موجود زيه حاجه في مصر غير هو ده، فبيضطر يروح للمستورد، المستورد ده يا اما حقن برضو زيه يا اما برشام، وطبعا بيبقى سعره غالي جدا جدا، والمريض في الحاله دي بيضطر يجيبه عشان خاطر بس يمشي الجرعه بتاعته. ما هو مش لاقي بقى ان هو يشتري علبه كلها، فبشتري شريط امشي نفسي بيه لحد ما اجيب الشريط التاني كده. فممكن يجي يقول انا مثلا مش معايا فلوس دلوقتي بس الروشته دي، وانا ممكن اجيب لك الفلوس مثلا في يوم معين، فخلاص بيبقى باتفاق ان دي مش بتقابلنا كتير. يعني بتروح الصيدليه ما بتلاقيش ادويه انت عايزها؟ اللبن بتاع الاطفال وحاجات كتيره قوي، وعندك الوحده هنا لو رحتيها دلوقتي مش هتلاقي فيها حتى حقنه انت تاخديها. الوحده اللي هي تبع الجيزه هنا، اللي هي تبع كنيسه. طيب قول لي اسعار الدواء لما بتروح تجيب مثلا دواء لابنك، دواء لوالدتك، بتلاقي الاسعار عامله ازاي؟ هل بتاخد البديل؟ ما انت لازم تاخد البديل عشان ما فيش الاصلي. اسعار غاليه جدا فبنضطر نشتري البديل، فهنعمل ايه؟ انا رحت الاصل العيني، رحت المستشفيات العامه، لقيت صعوبه جدا، لقيت صعوبه جدا واتمرمطت. يعني انا لسه والدتي الله يرحمها متوفاه من قريب، يعني قبل ما تتوفى مش عايز اقول لك كانت ممكن تتسعف وكانت ممكن تتنقز. لا يعني مثلا لو في دواء ضروري ان انا اشتريه هشتريه غصب عنه باي سعر، بس اسعارها عاليه جدا وفي نفس الوقت اكتر من 40% مش موجوده في السوق. كنت بجيب ازازه دواء ب 5 جنيه النهارده ب 12 جنيه. فاختي بنتها كانت تعبانه وما جابتش الراجع عشان مش لاقيه تجيبه. كان سعره عالي يعني عليها؟ كان ب 100 وي. كانت بتجيبه ب 50 بقى ب 100 وهتجيبه ليه؟ يعتبر الدواء احد السلع الاستراتيجيه التي لا يستغنى عنها اي مجتمع او دوله، ذلك لان الدواء هو الشق الثاني في المنظومه العلاجيه بعد التشخيص والجراحه. هيام شاهين، LTC، بلدنا امانه. اهلا وسهلا بضيفنا العزيز الدكتور محمد ربيع. دكتور محمد، ليه الدوله ما بتلجاش لشركات القطاع العام واعاده هيكلتها ورفع كفائتها عشان في النهايه النهوض بسوق الدواء؟
هو طبعا ده المفروض حضرتك طبعا كلامك مظبوط ده طبعا ده المفروض ان الدوله برضو يعني تولي شويه اهتمام فعلا لهذه الشركات لان الشركات دي زي ما قلت حضرتك بدات من زمان قوي وما خدتش حظها لا في التطوير ولا في الاداره الجيده فطبعا ده دور الدوله النهارده طبعا هي طبعا تعيد هيكله هذه الشركات بس الحقيقه طبعا الموضوع مش سهل خالد بيه ليه هديك مثال مثلا الشركه القابضه للمصر واللقاح اللي انا كنت فيها كان فيها حوالي اكتر من 5000 موظف الشركه القابضه للادويه فيها حوالي اكتر من 25000 موظف واخد بالك فكل دي ده احد بالظبط احد الاعباء الرئيسيه في هذه الشركات عدم حقيقة. تطوير معدات وتحديث هو عدم طبعا دي بقى تكمل بقى الانتاج بيروح تكمل بقى بالعدم التطوير حضرتك زي ما قلنا هو عدم التحديث واخد بالك وطبعا ما فيش مستحضرات جديده المستحضرات كلها قديمه ما فيش تطوير يعني ما فيش بحث وتطوير لو بيطلع الدواء الجديد ده مش موجود حضرتك خالص هل حضرتك مع دعم المواد الخام بدل من زياده الاسعار يا دكتور محمد هو عشان التكلفه حضرتك يعني لو الدوله هتدعم واخد بال حضرتك ده عشان خاطر التكلفه في الاخر ما تبقاش عاليه على المريض لان قلت لسيادتك ان كله مستورد المواد الخام مستورده من بره فبتيجي بالدولار تمام المواد التعبئه بتيجي بالدولار ولو جايب دواء جاهز من بره فينيش برودكت يعني جاهز استخدام بيجي بالدولار فهو كله بالدولار فلو الدوله طبعا تقدر تشجع شويه في اللي هي مواد الخام افضل بدل مواد الخام عندك الطاقه حضرتك احنا بنستهلك طاقه كتير كهرباء وغاز وميه والى اخره واخد بالك الحاجات دي طبعا بترفع من التكاليف فطبعا لو الدوله طبعا الحمد لله يعني تقدر ان هي تساعد المصنعين واصحاب الشركات في حاجه زي كده اكيد هتساهم في ان التكلفه تقل حضرتك طيب شايف ايه هي الاليه للخروج من ازمه الدواء وتوفير بالسعر المناسب وفي نفس الوقت يكون امن يعني زي ما السيد الرئيس حريص على الامن المائي والامن الغذائي ما برضه امن صحه المواطن بيبدا برضه من, من 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 يكون ادويه بس حضرتك امنه عليها برضه كمان في نفس الوقت جهه او هيئه تقدر تكرها بما يتناسب مع صحه المواطن المصري ده موجود حضرتك يعني موجوده في الدواء موجود على المواد الخام لما بتدخل مصر وموجود على الدواء لما بينتهي تصنيعه حضرتك يا اما من قبل الشركه يا اما من قبل الشركه مع الحكومه حضرتك فدي حضرتك ما تقلقش منها انما انا قلت مين يا محمد بيه معلش ونرجع للجزئيه اللي هي ايه يا ريس اللي هي الرقابه في عندنا في حضرتك في جنب مصر وقاعه طول في اللي هي الهيئه القوميه للرقابه على الادويه تمام دي موجوده حضرتك ودي قائمه ودي اللي انت لما تيجي بقى تسجل دواء جديد او دواء موجود اوريدي في السوق او مضادات حيويه يعني المصانع اللي بتعمل ادويه مغشوشه تحت بير السيرم دي مسؤوليه هيئه الرقابه لا طبعا اولا دي مسؤوليه الاشخاص اللي هم بيضروا بالمجتمع دي نمره واحد وخلاتك انما الجهات الرقابيه حضرتك لما طبعا بيبقى الوضع طبعا يعني بمنتهى الشده يعني انما ودي طبعا موجوده في كل العالم بس احنا مش منتشر حضرتك برضه انا عايز برضه اطمن الناس احنا ما عندناش ادويه تحت السلم بالناس بالمنظر الناس متخيلها حضرتك خالص يعني انما بس نرجع لسؤال حضرتك يعني انا عشان خاطر منظومه الدواء تتحسن انا رايي الشخصي آلية الخروج من الازمه لازم حضرتك قصه تسعير الدواء لان زي ما قلت لسيادتك في الاول الدواء هو الحاجه الوحيده المسعره في مصر مفيش اي سلعه بتشتريها مسعره في مصر الا الدواء يعني لو بصيت للاغذيه لو بصيت للملابس لو بصيت لاي حاجه ثانيه اجهزه مفيش حاجه مسعره المسعر هو الدواء الحاجه الوحيده المسعره فاللي انا بقوله ايه لو في يعني ثقه واخد بال حضرتك واريحيه ما بين المصنعين وما بين الحكومه وبنتعامل فعلا احنا كشركاء بارتنرز ودي حقيقه فعلا احنا فعلا شركاء لان احنا بنخدم الشعب المصري واخد حضرتك والمصنع فعلا ياخد حقه واخد حضرتك في التسعير اللي هو يؤهله حضرتك ان هو يقدر كده سوق الدواء هيرتفع تلات اضعاف لو احنا سيبناها للثقه عشان كده دول حضرتك ممكن يكون لك منهج وطني غيرك ملوش منهج وطني ما هو حضرتك يبقى سيبنا كده الدواء مستباح ان احنا كل واحد يحط السعر اللي هو عاوزه لا 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 ما بقولش احط السعر اللي انا عايزه بقول لحضرتك يتسعر التسعيره العادله يعني انا النهارده لما اروح لمصنع حضرتك يعني هنقول مثلا هنضرب مثلا ده دواء حضرتك مكلفني النهارده بالورقه والقلم واخد بال حضرتك هفترض مكلفني جنيه هل يصح ان انا ابيعه ب 90 قرش؟ لا انا كلمت بس تمام ده اللي انا عايزه فانا اقول لو الثقه موجوده بس في بعد اجتماع للدواء ده برضه يعني اوكي ما انا عشان كده بقول لحضرتك ان هو الرئيس السيسي اتكلم على النظام التامين الصحي وان الدوله هتحط 600 مليار ده طبعا الرقم اللي لما سمعته يعني الحقيقه اتخضيت واخد بالك فطبعا ان الدوله تحط 600 مليار جنيه عشان تنشئ نظام تامين صحي جيد انا اعتقد مش هيبقى جيد ده هيبقى ممتاز لو قانون سحب الادويه منتهي الصلاحيه
موجود حضرتك طبعا طبعا مطبق؟ اه طبعا مطبق، لان اللي بتتحمله حضرتك الشركه المصنعه على فكره مش الاجزخانه، يعني الاجزخانه ما عليها اللي هنا هي بس تتابع الادويه اللي على الرف، ولو لقت اي حاجه منتهيه المفعول بتتصل بالشركه الموزعه او المصنع اللي هو انتج وبيجي يشيلها من عنده على من الصيدليه وبيديها حاجه بديله، بيديها البضاعه الجديده حضرتك. فدي حضرتك ما تقلقش منها. هنخرج بس فاصل بسيط ونرجع تاني لحضرتك. قوي يا فندم قوي. اهلا وسهلا بيكم مره اخرى دكتور محمد. كنا بنسال حضرتك على دور الشركات القطاع الخاص في تطوير سوق الدواء في مصر، ودورها ان تقدر تعمل اكتفاء ذاتي من الدواء اللي هو يعني شيء مهم في حياه المواطن المصري. بص حضرتك، هو طبعا الادويه في مصر ليها اكتر من مصدر. اولا حضرتك في شركات اللي هي متعددة الجنسيات بيسموها المالتي ناشونال، دي ليها دور كبير قوي في مصر، اللي هي بدون ذكر الاسماء يعني موجودة بنسبة كام يا دكتور؟ بتهيالي حضرتك تمثل اعتقد في حدود بتهيالي 40% من سوق الدواء. من سوق الدواء تمام. وبعدين تيجي بعد كده حضرتك الشركات اللي هي القطاع الخاص المصرية تمام، والشركات الحكومية المصرية، هما دول الثلاث شركات او الثلاث مجموعات من الشركات اللي موجودين. اقل نصيب الحقيقه في سوق الدواء المصري هي من الشركات الحكوميه، بتمثل حوالي اعتقد في حدود دلوقتي يمكن قرب ال 10%، بتهيألي ان هو اقل، انما هنقول 10% تجاوزا يعني. دكتور محمد، طالما احنا في شراكه اجنبيه، ازاي احنا لم نفلح في الحصول على شهاده الجوده لغايه دلوقتي؟ ما دي اداره حضرتك ده يعني هرجع اقول لحضرتك يعني لا دي اداره، دي اداره يعني هل انت هدف رئيس الشركه، مش هنقول اسامي، ان هو في اهدافه السنويه مثلا الحصول على شهاده الجوده الاوروبيه؟ هفترض بتتكلم على القطاع الخاص والقطاع العام. بتكلم على كله على بس انا بخص اكتر طبعا الشركات الحكوميه يعني على اساس ان هي يعني ايه برضه يعني ايه امورها شويه سهله يعني، واخد بال حضرتك يعني الشركات الحكوميه برضو مجهزه وفيها امكانيات ضخمه جدا، انما هي الاداره حضرتك انك انت تدير هذا المكان. يعني مدخلات الصناعه حضرتك عارفها طبعا، البشر احد المدخلات، المواد الخام احد مدخلات، المكن مدخلات، المباني مدخلات، طرق التصنيع مدخلات، كل واحده من دي خالد بيه ليها كتالوج، ليها كتالوج. لو انت مشيت على كتالوج بالنسبه للبشر عشان خاطر نسهل المعلومه على الناس، يعني لازم تجيب الشخص المدرب المؤهل المتعلم اللي فعلا بيشتغل بالطريقه اللي انت عايزها، يبقى انت كده خلصت البني ادم. عندك ده؟ لا ما عندكش. لا ما عندكش، ولو عندك حاجه صغيره قوي. تيجي بالمكن. المكن لازم يكون ليه مواصفه معينه ويكون متعاير ويكون ويكون ويكون. عندك ده؟ عندك مكن بس متعاير؟ لا مش متعاير. اداره حضرتك. امال عندنا ايه؟ لا عندنا يعني ده عندنا بس ما عندناش المستوى الاوروبي. انا بتكلم دلوقتي على مستوى اوروبي او مستوى اجنبي. ليه حضرتك النهارده لسه ما زالت في عقده الخواجه؟ نتكلم بقى بصراحه ليه؟ لانك انت عارف انت لما تجيب الحاجه من بره من عند الخواجه هتلاقي ان الجوده بتاعتها احسن من المنتج المصري. لو اتكلمنا على مثلا اي سنه، مش بتكلم على الدوله، بتكلم عموما يعني. فالخواجات الحقيقه بيحترموا النظام الاستاندر المقاييس. هل حضرتك انت سوق الدواء المصري في حاجه الى قوانين وتشريعات موجوده؟ موجوده حضرتك، موجوده، احنا بس عايزين التنفيذ، لان دي بتعتمد يعني برضو اعتماد كلي على الضمير برضو ها والرقابه. فانت برضو معلش يعني احنا برضو خلينا نعترف برضو يعني احنا احنا البرنامج يعني بتاعنا دكتور محمد اسمه بلدنا امانه، ونتكلم بكل امانه وحياديه. العوار فين؟ يعني احنا في الاداره معلش، ما هو الاداره حضرتك لما تيجي تقارن نفسك بالاردن، انا بس سافرت مثلا مع الحكومه هنا، مع الحكومه المصريه سافرت سنه 2007 انجلترا. ليه حضرتك؟ عشان كان وزير الصحه في ذاك الوقت متحمس وعارف ان مصر فيها قلعه صناعه دواء كويسه، وقال لك نخش السوق الانجليزي. رحنا هناك حضرتك، لقينا ايه بالظبط؟ وبمنتهى الصراحه لقينا الاردن مسيطرين، الهنود مسيطرين، واسرائيل بس. قال لك انا ما باخدش غير من الاردن والهند واسرائيل. انتوا عشان تخشوا لازم تبقوا مؤهلين للقصه دي. عشان تبقى انت مؤهل لازم عندك شهاده جوده من انجلترا او من الاميره الاوروبيه او الى اخره. ما كانش في ولا شركه من اللي احنا سافرنا كان معاها الكلام ده. الشركه قبل صناعه الدواء محققه خساره ولا ارباح؟
لا هي شركة ككل اعتقد محققة ارباح، انما جوه الشركات التابعة طبعا في شركات خسرانة وفي شركات كسبانة، فطبعا بيحصل التوازن. يمكن انا قلت ده قلت حضرتك حضرتك نوهت عليه يعني ممكن يبقى شركة واحدة من 20 شركة بس مش هتغطي طبعا شركة واحدة، لا هم مش 20 هم 8 شركات. 8 شركات كم واحدة منهم رابحة وكم واحدة منهم بتهيألي اكيد في 3 متعثرين اعتقد ويمكن في 5 كويسين حضرتك يعني. بس عايز اقول ايه يا خالد بيه، يعني طبعا امكانيات قطاع الاعمال بقول لحضرتك جامدة جدا، يعني لو اديرت بشكل جيد واخد بالك طبعا ممكن تطلع انتاج افضل، مبيعات افضل، كله افضل لو كل حاجه زي الكتالوج. نرجع تاني كل حاجه زي الكتالوج. بس دكتور محمد احنا شايفين منهج القياده السياسيه خلال الفتره القادمه الاهتمام بصناعه الدواء وفي نفس الوقت يعني يمكن الشاهد على كده القضاء على فيروس سيوي بقينا معيار لكثير جدا من الدول. ده يبين لما تتوفر الاراده السياسيه والإدارة جيدة تمام. نقدر نوصل لمستوى جيد من صحة المواطن المصري. اختيار الكوادر حضرتك والمحاسبة، لأن احنا برضو في مصر بنفتقد حتة المحاسبة. انت النهاردة بتحط أهداف لازم أجي أتابع أنا معاك بعد 6 شهور أو بعد سنة بالكتير انت عملت ايه في هذه الأهداف. فلو حضرتك جبت الكوادر اللي هي فعلا صالحه او الكوادر اللي هي تصلح للتطوير زي ما قلت حضرتك وتمشي الكتالوج، خلينا نفتكر كلمه الكتالوج يعني كله بقى زي الكتالوج حضرتك، هتلاقي الدنيا اختلفت تماما. احنا زي ما النهارده نظام التامين الصحي واحنا ما عندناش صناعه قويه داعمه للتأمين الصحي. لا احنا عندنا الصناعة حضرتك، الدواء موجود حضرتك، الدواء موجود عشان بس الناس تبقى مطمئنة، الدواء في مصر موجود ومتوفر حضرتك. انا بتكلم على صناعة قوية مش توفر. لا احنا عندنا صناعة، احنا عندنا صناعة قوية جدا من قلت حضرتك في أول الكلام، احنا عندنا قلعة صناعية، احنا بلد بتتميز ان احنا عندنا صناعة دواء فاخرة حضرتك، فاخرة. بس لما بتيجي تقارن بالسوق الأوروبي والأمريكي بتحس انك انت لسه عندك شغل تاني. حضرتك بتقول النهاردة بيعتمد على الهنود، على الأردن، على إسرائيل. في انجلترا. واحنا ما دخلناش. لان احنا ما بنسعاش للجوده والتطوير والتميز. بالظبط احنا بنتكلم نفسنا هنا في صناعه الدواء بنتكلم نفسنا. والرئيس بيحاول يفتح سوق في العمق الافريقي. طبعا. اذا كان انت مش قادر تسوق نفسك داخل مصر هتسوق نفسك خارج مصر ازاي يعني؟ لا يعني هو طبعا في اليات حضرتك ممكن طبعا تطبقها واخد بحضرتك، انما قصدي ان احنا عندنا زي ما بيقولوا ايه البنيه حضرتك، احنا عندنا البنيه التحتيه اللي هي تؤهلك انك تبقى دوله عظمى في تصدير الدواء. انا حاجه حضرتك برضو مثال صغير، انا كنت في ايرلندا برضو من حوالي من فتره كده من 4-5 سنين، فوجئت ان ايرلندا اللي هي الدوله اللي تعدادها بالظبط 7 مليون نسمه حضرتك بتصدر في السنه بحوالي 35 مليار يورو لاوروبا واخد بحضرتك لاوروبا، دوله 7 مليار نسمه واحنا 100 مليون. احنا قدامنا فرصة في افريقيا، ده رأيي شخصي، لو ال 150 مصنع دول اتأهلوا وبقوا مصانع صح، كل حاجة صح زي ما قلت لحضرتك كده كله صح، تقدر تصدر لافريقيا بمنتهى السهولة وتاخد لك حتة من اسيا وشرق اوروبا كمان، الحتة بتاعت اللي هي سي اي اس، الدول بتاعت اللي هي كازاخستان واوزبكستان وكده متعطشين للدواء المصري. هو ايه سبب نقص وجود نواقص في بعض الادويه يعني دي الماده الخام مش يا اما متاخره يا اما الراجل مش قادر يجيبها نتيجه غلو الاسعار يعني هو احبها. هو لازم القوات المسلحه تتدخل في كل شيء زي حتى مصنع توفير الالبان للاطفال يعني فين باقي مؤسسات الدوله والشركات القائمه بخصوص هذا الموضوع يعني هل كل بقى الحمل الاكبر على القوات المسلحه؟ هقول لحضرتك حاجه، خلي بالك ان الالبان الاطفال بالذات دي قصه تانية خالص، لان اولا انت عندك كل سنه حوالي 2.4 مولود، 2.4 مليون مولود. بص حضرتك الرضاعه الطبيعيه قد ايه والرضاعه الصناعيه قد ايه؟ انا بتهيالي انا مش عارف بس انا اعتقد ان الرضاعه الصناعيه اكتر بكتير من الرضاعه الطبيعيه، فبالتالي انت محتاج لبن اطفال. لبن اطفال يا خالد بيه مدعم يعني لما انا ابيع العلبه للعائله او للام ب 3 جنيه والطفل عايز 3-4 علب او 5 علب في الشهر والعلبه مكلفه الدوله قرب يمكن ال 40 او 50 جنيه يبقى انت بتتكلم على مليارات على مليارات حقيقي يعني. فبرضه الانفجار السكاني دي برضه مشكله ثانيه زي ما قال برضه سياده الرئيس، دي مشكله ثانيه يعني لازم برضه نبدا نفكر زي الصين مثلا يعني ما يعني بقى يبقى في تحديد فعلا تحديد مش كلام او شعارات يعني، لان برضو دي 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 دي, دي مشكله 2.4 مليون كل سنه بيستهلكوا اي حاجه حضرتك.
فالجيش بيلجأ لدي لان الجيش برضو يعني كمؤسسة مؤسسة طبعا قوية وليها وجود وتقدر تتفاوض احسن من جهات تانية كتيرة في الدولة، واخد بحضرتك ان انا طبعا بتمثل الدولة، فبالتالي ممكن تجيب اسعار فعلا افضل، دي حقيقة ما نقدرش ننكر زي كده، وما هو كله برضو هيعود على البلد كله لمصر يعني. دكتور محمد احنا شايفين بتعمل مدينة لصناعة الدواء الهندي في العاصمة الإدارية، وشايفين ان في العين السخنة بيتعمل منطقة صناعية صينية اسمها تيدا وهتختص بجزء منها في صناعة الدواء، وشايفين ان الصين والهند من الدول المتقدمة جدا في صناعة الكيماويات بتاعت الأدوية فعلا. هل معنى كده ان اتجاهنا لدول بعيدة عن اوروبا ده ممكن عشان اسعار حضرتك؟ يعني دي حقيقة فعلا، يعني انا طبعا مع المصانع اللي هي طبعا بتروح النهاردة بتجيب من الهند وبتجيب من الصين، لان طبعا فرق الاسعار حضرتك جامد جدا 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 حقيقة يعني بعد بالذات بعد قصة التعويم، يعني بقى صعب قوي انك تجيب كل حاجة من اوروبا النهاردة. انما ما دام بتجيب حضرتك بنفس المواصفه ده اللي انا بس عايز اكد عليه والناس تبقى فاهمه، احنا مش بنجيب من الهند والصين عشان بنجيب درجه ثانيه او ثالثه، لا احنا بنجيب من الهند والصين نفس الدرجه بتاعه اوروبا بس بسعر اقل. ليه؟ لانهم عندهم طبعا العماله ارخص، الطاقه عندهم ارخص، كل حاجه عندهم ارخص في التكاليف بتاعه الدواء، فبالتالي بتقدر تحصل على نفس الماتيريال دي او نفس الماده دي اللي هي اختها في اوروبا بس بتجيبها مثلا بنص الثمن بتلتين الثمن وهكذا يعني. دكتور محمد بما ان حضرتك كنت رئيس شركة قبضة لمصر لقاح، أيوة. حضرتك شايف لو احنا حبينا نختصر الروشتة اللي تقدر الدولة تنتهجها خلال المرحلة الجاية تمام، بحيث ان احنا ان شاء الله نفتخر بسوق الدواء المصري وصنع في مصر. تمام. بص حضرتك انا رأيي الشخصي طبعا نمرة واحد اختيار الكوادر، نمرة اتنين تغيير القانون بما يتناسب مع الاهداف اللي انا عايز احققها، يعني ما احطش انا اهداف وبص الاقي نفسي ايه متكتف بسبب القوانين اللي هي ما بتؤهلنيش ان انا لا احاسب ناس ولا ان انا اظبط عدد عماله ولا ولا ولا، فطبعا بالتالي بتبقى المهمه صعبه فعلا يعني. فهي اكتر من حاجه حضرتك، اكتر من حاجه، انما هي لو توفرت الحاجات دي مع بعضيها طبعا انا بقول لحضرتك طبعا الدنيا هتقوم، واحنا ان شاء الله نقدر نعمل اكتر من اللي احنا بنعمله بكتير في الفتره اللي جايه دي، بس تبقى الكوادر موجوده والمحاسبه موجوده يعني وفي اداره جيده، وفي نفس الوقت القوانين شويه تبقى لصالح الاداره اكتر منها يعني ايه للناحيه الثانيه، لان احنا برضو مشكلتنا نتكلم بصراحه القوانين كلها في صالح الموظف اكتر من صاحب العمل، فده طبعا بيعوق ها عمليه التطوير. هل حضرتك مع شيل التسعيره الجبريه من على الدواء؟ لا انا مش مع شيل التسعيره الجبريه، انا مع التسعيره العادله حضرتك، يعني زي ما قلت لسيادتك في الاول لازم يبقى هناك ثقه ما بين المصنع وما بين الدوله، وبالتالي لما انا اقدم على دي زي ما قلت لسيادتك مثلا بجنيه اخد الربح بتاعي مثلا اللي هو ليكن 20% بس، ده اللي احنا عايزينه. محمد سؤال اخير واضح، هل في مافيا في سوق الدواء في مصر بمنتهى الامانه؟ لا كلمه مافيا يا خالد دي كبير قوي يعني. المتحكمين في سوق الدواء في مصر؟ ما الانسولين، الانسولين كان سبب من الاسباب كان ازمه تدخل اشخاص على فكره في 3 4 سؤال بشكل اخر، هل هناك اشخاص تتدخل في سوق الدواء في مصر؟ تتدخل بمعنى ايه بس حضرتك؟ تتحكم تتحكم في التواجد والكميه وشح السوق. يعني هتبقى ممكن تبقى في بعض العناصر يعني ليه بتتعمد يعني حاجه زي كده، بس برضه مش كتير حضرتك برضه، ومش وما يقدرش ياخد حريته، لان هو المافيا عندنا هو واحد ولا اثنين. عندنا دوله قويه حضرتك، عندنا دوله اكيد قوية. طبعا احنا طبعا بنشكر الدكتور محمد ربيع، احنا اسعد بحضرتك ووجودك معانا، ونتمنى ان احنا نكون وضحنا يعني جزء بسيط يعني من صناعه الدواء في مصر، وبنشكر الدكتور محمد ربيع عضو غرفه صناعه الادويه باتحاد الصناعات سابقا، وعضو منتدى بشركه الادويه نت باك، ورئيس مجلس الشركه القابضه للمصر لقاح الاسبق. شكرا يا فندم، وان شاء الله في حلقه جديده من برنامج بلدنا امانه يوم الاثنين القادم ان شاء الله.